كيفاش؟ يدخل عنده هو يهضر معاه زعما ايوا ديال المشكل. اجا الحاج اجي اجا تا ما غيبغي يخافوا منه دابا الناس. راه هنا ولا خطير على نوع الناس. واش انا مشيتي لعند جدرمية شي مشينا لعند جدرمية جدرمية شنو درقوا معايا شويه على الشازيد. زيد زيد قربوا لنا دخلوا 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 اجا الحاج زيد الله وحده نتخبوا فيها ماشي مشكل. إذا مشاهدي قناة شوف تيفي مرحبا بكم من جديد في مباشر من منطقة دار بوعزة. الابن ديال هاد الناس اللي كيعنفهم يعني بالكلام الساقط وبالضرب يعني الشكة تصب دابا حاليا وهاد الناس خارجين مدة ديال 6 شهور عام وانتم خارجين دابا كتبغوا تدخلوا كيضربكم تعنفنا ويهددنا بالقتل. البارح كان كيفاش يذبح بابا البارح البارح موس كان بغى يذبحو ولكن نتوما قلتو خارجين عام من الدار عام ولكن دابا بابا قال لك بابا حاليا غير كاري. زيد شويه هنا زيد عنده فهمتيني دابا حاليا غير كاري هو ماشي في استطاعته الكرا يعني باش يخرج يخلي الدار ديالو ويكري راه كنجيبو ليه ما ياكل ولا شي حاجه الوقت اللي دخلنا وكان هو في الدار الا ولا خطر علينا. دابا حاليا قال بغى يقسم الدار ويخلي لي النص ويسكن هو في النص ولكن البارح مني جا بغى يلصق واحد الباب هز عليه موس وبغى يذبحو موس كاع موس شنو كيتعطى الممنوعات؟ وزارة الصحة أه؟ كنطلبوا من وزارة الصحة باش تشوف الدري هذا الله يجازيها بخير لعل واحد يسأل. واش دابا وزارة الصحة واش هو مريض مريض؟ الدري مريض عنده مشكل مرض نفساني ولا كيتعاطى المخدرات؟ نفسانيا أه؟ والوراق عندي مدة 3 سنين وأنا كندير سبيطار يعني مريض نفساني يعني مريض نفساني فين ديت شو مستشفى ياك؟ ديتو لابن رشد والوراق عندي الدليل هو كاين عندي واليوم راه بغينا من وزاره الصحه تعاوننا تساعد معنا شفتو من الناس ديال السلطات المحليه شفتو معاهم شكون هما هادو؟ شفتو مع القايد مع شفنا مع القايد الله يجازيه بخير عطانا الوراق عطانا الدرك الملكي تما عطاونا الوراق مشينا للسبيطار ولكن كنديو كيطلقوا لينا كيطلقوه ما كيشدوش ولو نهار ما كيشدوش وحنا ملي كنجيبوه للدار كيحيح كيقول لك دقيتوا لي البرا كاينه بيهرس الماعن يهرس التلفازه ما خلاتش حاجه في الدار التلفازه ما كاين الصابون فران الماعن كلشي هرس وما خلات حتى شي حاجه. شكون عايش معاه في الدار دابا؟ عايش واحد شاف السن ديالو 24 سنه وكيتعطى الممنوعات من شحال هادي؟ كيتعطى المخدرات. الحاج اش بالك؟ وتنطلب من الله وسيدنا والسلطات تعاوننا في هاد الدري راه محلنا بزاف محلنا ومعدي علينا هادشي نطلب المايور والضرب الضرب والجرح وكلشي. لا جيت تنصلي تنقول شي نهار يجي قجني تندخل للدار كيتهدد عليا الراجل حارس كي غنديروا هذاك الاجره قليله 30000 ريال غتعيش منها غادي تاكل منها الضو والما كي غنديروا علاش حنا بدويرتنا ونتشردوا علاش؟ ولكن المريض دابا راه خاصو يتعالج وراه خاصو يتعالج واش هو دابا لخاطرو ولا كيدير بالعاني ولا ماشي لخاطرو ما عرفتش. مريض نفساني انا السيد هذا مريض نفساني انتما ما بقيتو فاهمين فيه والو ما فاهمين وانا انا ولفي الطونسي والسكر ديما طايحه ديما سميتو بطاطا. حنا عجزنا على ايجاد حل الحل واليوم كنطلبوا من وزاره الصحه لان عندها خبره وعندها مكانه وعندها تكوين باش تعالج لينا هاد الدري هذا. رفيت دخل الحبس وخرجناه على قبل بقى فيهم وداكشي داروا لي فاش شعل العافيه. كيفاش شعل العافيه في الدار هنا هاد الدار اللي شعل فيها الدار هاد دخلنا شعلنا العافيه دخلنا للسجن وعاود خرجناه ودينا لعند الوكيل مرارا وتكرارا وكنخرجوا. امتى حرقه؟ نعم شحال ديال الوقت؟ تقريبا عام ونص باش علينا العافيه في الدار. يعني السيد مريض مريض يعني ماشي دايره بالهاني هو ما عاقلش على راسو نعم بغينا يتعالج باش حنا نسكنوا في دويره. وشنو تشد في الحبس؟ شد 3 شهور ولكن انا ديتو على اساس باش يتعالج ماشي ديتو باش نسجنوا في الحبس. وكان الحبس فيه غادي يتعالج فيه؟ قالوا لنا بانهم كيعالجوا قال لك الا دخل الحبس وعرفوه مريض نفسانيا كيعالجوه ولكن من بعد ما عالجوه ما حتى شي حاجه فهمتي؟ من بعد بابا دار لي تنازل هما مخرجوه. مشاكل وين الشهود جار مثلا وحنا كذبناكم امي مسي لا راه دخل لانه ولا كيدخل حتى على الجيران راه البارح تلقى السيد هاد جارتنا اللي دخل على جرة عليها من الدار يعني هو دابا خاطر على راسو ولا الناس اللي معاه؟ خاطر على راسو وعلى الناس وبالخصوص العائله ديالو فهمتي بالخصوص انا وليت كملي كتهبط ماما للدار ولا شي حاجه وليت كنقول راه غيقتلها ولا شي حاجه بابا البارح كان غادي يذبحو كل ما يعني حضرنا البيت الا هو كيعنفنا
اي ساعه كنحضروا البيت الا ويعنفنا بالضرب والزه. هاد البلاصه محسوبه على ضرب وزه. ضرب وزه. دابا شنو غادي ديروا؟ تبقاو هنا في الشهر؟ شي حل باش يوقفوا معانا يتعالج الدري يشدوه في السبيطار ولا يشوفوا لنا شي. خاصهم تجي دابا خاصهم هما يجيو الناس ديال سميتو المستشفى هما اللي خاصهم يجيو باش يشدوه ويديوه. دينا دينا مرارا وتكرارا كيدقوا لي البرا وكيرجعوه ما شدوش لينا، حنا بغينا يدخل. تو ماشي اول حاله ولا اخر حاله، لاغلبيه الناس كيديوهم كيدخلوهم سيمانه كيدقوا لهم برا وكيخرجوهم كيبقى داعي. ثم عندكم الزر اللي عيطوا لكم قال لكم راه طلقناه ولا. ما شدوش، كندي انا يطلقوه هذيك الساعة. ما كيشدوش، في نفس الوقت كيطلقوه لك. فين ديتيه بالضبط؟ مستشفى ابن رشد. نفس المشكل. الأمراض النفسية. دينا عند اختصاصيين ديال الأمراض النفسية. اش كيقولوا؟ ولكن الدري هذا ما كيشربش الدواء. ما كيشربش لنا الدواء. المشكل عندنا ما كيشربش الدواء نهائيا. حنا بغينا يمشي للسبيطار يتعالج على الأقل يتعود غير على الدواء. خرجوا لينا الدواء داكشي ولكن ما كيشربش. ولكن هو من قبل كان مزيان ولا؟ كان خدام، كان عادي ترونكيل، عنده جوج ديبلومات، كيخدم تريسيان، يخدم تا بلومبيت. فإذا به تا السيد مرض. باش مرض يعني كيفاش مرض؟ مرض بدا كيدير الممنوعات هي باش مرض ولا شنو؟ ربما أنا ما عنديش اليقين باش مرض، ولكن كيستعمل المخدرات. تكون هي سبابه؟ ربما يعني ماشي من الاختصاص ديالي أنا باش غنقول لك. راه المخدرات ولكن غالبا المخدرات هما السبب. لا اله الا الله. عافاكم، حاولوا تبارطاجيو لا فيديو، نحطوا رقم ديال المساعدات ديال هاد السيد اللي باغي يقدم ليه نصيحه او مساعده او استشاره. الرقم هو، عطينا الرقم ديالك. 06 11 40 37 14. دابا هو حمزة فاقد الوعي مع عقل ما حتى شي حاجه، يعني مريض خاصو يتعالج. دابا واخا كيضربكم ولا كيعيركم يعني ما عقلش ولا راسو ما عرفش وقال شنو كيقول ولا شنو. ما عرفش شنو تيدير. ملي غادي كيبان لك عادي في الزنقه كيشوفوا الناس كيبان لهم عادي، ولكن غير كيدخلوا والديا الدار ولا شي حاجه كيتكلف. ما كيحمل حتى شي واحد فيهم، حتى انا ما كيحملنيش، انا اختو تيقول لي ديتي ليا. ما كيحملكش. شفرتي ليا، حنا عرفناه مريض فهمتيني؟ يعني بدا كيقول شي اوهام اللي ما عرفناش منين جابها، شي حاجه ما كايناش، هو ما عمره ما كانت عنده فلوس، فهمتي؟ يعني كيخدم على قد الحال، صور 2600 100 درهم يخسرها يكميها وداك الشيء، ولا كيقول شي حوايج اللي ما كاينينش، ما عرفناهمش، تيقول لك ضربوا عزة كاملة ديالي. واه السيد مريض. ولا كيقول لنا انا هو باكم، انا اللي والدكم. يعني راه السيد مريض، يعني نقولوا له الله يجيب لك الشفاء. امين. دابا خاصو يتعالج، خاصو يتعالج لان انا بقى هو الاساس. حنا كنطلبوا المعالجه من وزاره الصحه اللي خاصها تقوم بالدور ديالها، وزاره الصحه بالخصوص. ما حاولتيش تمشي تسول يجوا معاك هنا يديوه؟ لا ما يجوش، ما تيخرجوش. وشنو كيدير لا باش هو ما كيبغيش يمشي للسبيطار، ما يبغيش يمشي كاع بالكل. اذا الا بغيتي تهضر معايا يقدر يضربك. الا بغيتي يديه كتجيب السلطات المحليه هي اللي كديه. بمساعدة الدرك الملكي ولا سعادة القيد. وعاودوا جربوا، سيروا عندهم مرارا. ما بقاوش باغيين ولا شنو؟ ماشي الثانية ماشي العشرات. مرارا وتكرارا. خاصو يتعالج ذاك البرار، ما غادي ليه والو، غير غادي يطرخيه غير ذاك النهار. حنا بغينا السيد ينعس في السبيطار. يتعالج. ماشي يتكرما ويخرج. بالفعل. عفاكم، حاولوا تكتبوا الرقم ديال المساعدة اللي غادي نعاودوا نذكركم به. 06 06 11 40 37 14. هذا هو الرقم ديال الاب ديالو. الله يجيب ليه العفو يا ربي، والله يجيب ليه الشفاء. دخل شوف الدار كيفاش حالته، ولكن راه خفنا يوقع شي مشكل. ما يقدر يخص الهضره، فهمتي؟ انا ماشي غادي يقدر يخص الهضره. داك الشيء حافر الدار، حافره كامله داخل، فهمتيني؟ ما يقدرش يخص الهضره. السيد هو قال لك شوفوا نتوما. بغيناك تصور وتشوف انه حافظ. دابا حنا على المباشر ما نقدروش ندخلوا، انتم قلتوا كيضربكم وكيعير كيخص الهضره. ولكن غيمشي هذا السيد غيولي يتابعكم، اللهم خليه. هذاك الشيء اللي قلنا ياك. غيولي منتقم منهم. راه كيمشي الوالد ديالي تنخدم. كيتبعوا حتى البلاصه فين عساس، وكيمشي كيقول لي ديتي لي رزقي، يعطيني رزقي، يعطيني هذه راه الفلوس، غندبحكم غندير ليكم، ولا ديما كيهددهم. واخا هما خرجوا من الدار ومشاو كراو وديما تابعوا. حنا عايشين الجحيم. وراه ما ساهلاش. خمسات نفوس. باش تخرجوا من الدار كاملين. خمسات نفوس كلها مرضت نفسانيين مع هذا السيد هذا. خمسات نفوس. بصح. كلها مرضت تاهي نفسانيين.
ما بقيتش غير بيني الامرين وليت مع الابناء كلهم ومولا الدار. ماما لا يعقل شي، لا يعقل شي مشكل ديما طايحه. انا مرضت بالاكتئاب بكثره ما كنخمم، مرضت وحق الله وليت كنبقى اعتزلت وليت ما كنبغيلاش قضاري نقابل بنت لشي حاجه، وليت كنبقى غير نخمم في هاد المشاكل كيفاش غتحل. وراه ما سهلاش يعني، غير هاد الشغل برضو خارجين هنا وما قادرينش يدخلوا لداخل. المهم انا كنبلغ لكم بان هاد السيد هذا بانه ولا خطر على نفسه وعلينا وعلى الجيران. يعني يقدر يدير شي كارثه، شي كارثه اي لحظه، اي لحظه كنتسناو منه اي لحظه يدير شي كارثه. عافاكم حاولوا تكتبوا الرقم اللي هو 011 40 37 14، هذا هو الرقم ديال المساعده. ونتمنوا من السلطات المحليه ديال الدار بوعزه ورجال الدرك الملكي يقدموا يد المساعده لهذه العائله هذا، يعني على الاقل باش يتعالج. ولكن المشكل الكبير هو في المستشفى، واش غادي يشدوه ولا غادي يشدوه ويطلقوه. هنا في كاين مشكل، يعني ماشي كيعالجوا يشدوا واحد حتى يتعالج ويخرج. يعني اغلبيه الناس اللي تقريبا اتصلوا بينا ومشينا عندهم نفس الكلام، يعني كيدخلوه كيدقوا ليه برا كيشدوه كاع ماكسيموم سيمانه كيخرجوه. ما كيشدوش لا ماشي عليك انت، كاينين حالات كيشدوهم سيمانه وكيخرجوهم. انت قلتي ما كيشدوش، يعني كيدقوا ليه برا كيقول ولو نهار واحد ما عمرهم شدو. وكيفاش غادي يتعالج هذا السيد؟ هو ما عرفش، هو ما كيشربش الدواء، اي طبيب خرج له الدواء ما كيشربوش. ايوا ما غاديش يتعالج الا ما غاديش يشرب الدواء. لكن نقولوا بان الاطباء عندهم تكوين وعندهم خبره مع المريض، هما اللي خاصهم يشوفوا هذا الدري كيفاش يتعالج. اما حنا راه حنا عجزنا على هذا. ولا بقى هذا الحال غادي يزيد يضيع اكثر. غادي يضيع، ماشي في صالح الوطن وماشي في صالح الراس وماشي في صالح الام ديالو والاب ديالو. الله ييسر لكم الامور يا ربي. المهم سلام، ماشي قضية ندخل نصور ندخل، راه ما عنديش مشكل. ما يهضرش زعما معايا. راه حنا في المباشر ما نقدروش نتحكموا، انتم براسكم كتقولوا كيخص الهضرة. ما نقدروش ندخلوا ونسجلوا تخص الهضرة ولا يعاير ولا شي حاجة. مرة نقطع هاد الشو وندخل معاك تما، ما عنديش مشكل، ولكن هنايا في المباشر صعيب. عفاكم حاولوا تبارطاجيو هاد الفيديو، راه حنا كنتواجدوا في دار بوعزة. هذا هو مكان التواجد ديالنا. نتمناو من رجال السلطة المحلية ومن رجال الدرك الملكي يقدموا يد المساعدة لهاد العائلة اللي الآن متشردين، يعني عايشين في الزنقة في الشتاء والبرد ما كاينش كيفاش يدخلوا للدار. يعني كيف سمعتوا البارح كان غادي يذبح باه، يعني ما سهلاش الأمور ملي توصلت لهاد المرحلة. إذا السيد مريض بدرجة كبيرة خاصو يتعالج، ولكن المشكل شكون اللي غادي يعالجو وشكون اللي غادي يديه للمستشفى. هنا في كاين مشكل كبير. اش باغي تقول دابا اخر كلمه عندك؟ اش باغي توجه النداء لمن؟ كنوجه النداء للسلطات المحليه، وزاره الصحه خاصه، وزاره الصحه خاصه، باش تشوف امر هذا الوليد هذا باش ياخذ المستقبل ديالو ويعاون الوطن ديالو حتى هو يكون من بحالو بحال وليدات الناس، يكون انسان صالح، يعني يتشافى ويكون عائلته صالح للبلاد وصالح للنفس وصالح لينا عاوتاني. اما حنا راه شردنا ولا خطر علينا. اليوم كنطلب من وزارة الصحة تشوف هذا الأمر هذا، الله يجازيه بخير وعاش الملك. الله يسر لكم الأمور يا ربي. عفاكم حاولوا تبارطاجيو لا فيديو. نعود نذكركم بأننا كنتواجدوا في دار بوعزة، الرقم ديال المساعدة هو 011 40 37 14. دابا نتوما فين غادي تناسوا، فين غادخلوا، فين غاتمشيو؟ كارين مخلين دارهم وكارين دابا داكشي اللي كيشد ما كافيش، كيشد على 30000 ريال ما كافيناش نخلصوا الكرا والماء والضو، وعاد هذا توا تنصيروا عليه، تنتمناو يوقفوا معانا. عاودوا عاودوا سيروا عند رجال الدرك الملكي وسيروا عند رجال السلطه المحليه. الدرك الملكي غيقول لك الحبس، هادشي هما اللي تيقولوا لنا. لا لا عاودوا سيروا ان شاء الله ويكون خير، سولوا سيروا. على الحبس هادشي اللي تيقول لك هما. لا هو مريض، هو ماشي داير شي حاجه بالعاني، هو مريض يعني خاصو يتعالج. يكون بحالو بحال الوليدات، هادشي اللي كنتمناو. هاد البلاصه سميتها بالضبط هذا؟ دار بوعزه. دار بوعزه دوار الزين، دوزين دري حدا دوار الزين. دوار؟ دوار الزين حدا الجامعة. دوار الزين حدا الجامعة ديال دار بوعزه. إذا مشاهدي قناة شوف تيفي. هو اللي جا سول راه كلشي كيعرفو، كلشي عارفو مريض.
غادي نوصلوا لنهايه هذا المباشر. تبارك الله لكم ونهاركم مبروك. بارطاجوا لا فيديو. نعاودوا نذكركم بالرقم من جديد 011 40 37 14. هذا هو الرقم ديال الاب ديالو. تبارك الله لكم.